اوكي مشاهدينا السلام عليكم، مازالين في دوار الكراكه واثار انتباه ديالنا هاد الروضه اللي حداها الزبل، وهاد السيده اللي بغات تدوي على هاد الحاله الكارثيه. كيف ما كتشوفوا ما كاين الاحترام للميت لا للمقبره. سلام لاله. عليكم السلام ورحمه الله بنيتي. تحكي لنا على الحاله الكارثيه اللي حداها هاد الحاله بنيتي. الكارثيه ما محتارمينش الروضه، الروضه ما محتارماش، وكلها حشاك عامره ازبر، والميت ما كيصيبو فين يدفنوه كوسط الزبل. وكون تزيدي معايا لهيه غتشوفي هذاك الشيء كيفاش داير، كيحفروا في الضايق وكيحطوا هذاك حشب حشاكم الى الخنز، كيحفروا القبر في الخنزه. يعني ديك بلاصه ما صالحاش للدفين وكيدفنوا فيها. وكيدفنوا فيها. والزبل ها انتم كتشوفوا فيه. اجي نقربوا شويه ونشوفوا. والبهيم هزي عينك هكا بحال ما هكا بنتي، في هذا البهيم بحال ما هكا. اذا كيف ما كتشوفوا مشاهدينا هذه مقبره اللي داير بها كل هذه روضه بحال ما هكا. هلا هاد المقبره خاصها تكون بحال ما هكا عامره بالزبل. هاد المقبره خاصها تكون شريفه ونظيفه. راح الناس يحترموا الميت، يحترموا الحرمه ديالها. علاش ليه هي عامره بهيم؟ من هك ومن هك، شوفوا كاع الدنيا عامره حاشاكم زبل. وهذا الحيط هذا شوفوا ها هو هنا. اجي نقربوا ليه على تمن تمن الشمكاره كاينين فيها. تمن الشمكاره هنا كيجي يدخلوا. كلها ازبال. ما تدخلوا كلها من الداخل، ها هي من الداخل. عند راس الميت، عند راس الميت كاين الزبل. ماشي عند رجليه، كاين عند راسه هنا. ممكن الجمعيات اللي كيقوموا بحمل النظافة. ما كاين لا جمعية لا والو، اللي كاين الجمعية جامع راسه. هاد الجمعية ديال راسه، ماشي ديال عباد الله. كاينين ولكن ما كيخدموش. ما كيخدموش، جامع راسه، يدوي على راسه، ما كيدويش على الناس. ما كون كان يدوي غادي يهضر على هاد الشيء بعدا هو الأول. أش من جمعية كاينة؟ فينا هي هاد الجمعية اللي غنشوفوها؟ ما عمرنا ما شناها، أنا بعدا ما كنعرفهاش كاع. انا ما كنعرفش، انا ولادي زياده وخلوق هنا وما كنعرفش انا هاد الجمعيه. اذا حشومه نشوفوا هاد المناظر قبل الدري الكبير عندي انا الكبير هو الله من 85 في المسيره 85 هذيك وانا هنا وما كاينش هاد اللي كنشوفوا هاد العام كما كنشوفوا هاد العام. ولا هذيك الكاريتيكا ديال هذاك الماء اللي كل عام كل عام الماء كيف يتم هذاك الماء، وكل عام إذا كانت الشتاء بحال ما هكاك، وإذا كانت ترقع القادوس بحال ما هكاك، الناس مكرفسين بهذاك الماء. هذه راه كارثية. إذا خلينا في المقبرة، دابا كما قلتي لي كاين حتى أعمال ديال الصح، الناس اللي كيجيو يحفروا هنا ما كاينش اللي مراقب، ما كاينش. ما كاينش. حنا ما كاينش عندنا هنا والو. حنا ما كاينش، جي يحفر دفن الميت وزيد الله يعاونه ويعاونه. ما كاين لا. كتشوفوا عيالات كيجيو هنا يمارسوا الشعوذة يدفنوا. مالهم قليل. كاينين مالهم قليل. كان واحد هنا عساس بعدا، كان واحد هنا عساس بلا ما نذكر الاسماء ديالو، وكان هو اللي مقابل وراه غادي يشوفني وغادي يعرفني وغادي يسمع بالله. كان وهو كان مقابل، وملي كان مقابل شحال ديال السحوره جبد وشحال ديال العدادك جبد وشحال المصيبه الكحله اللي جبد. هذا كاين هنا وكان ساكن معنا في الزنقه، وكان ساكن معنا في الزنقه اربعه، وراه غادي يشوفني وغادي يعرفني بلا انا هضر عليه بلا ما نذكر السميه ديالو. كان زعما لقى بزاف ديال السحورات مدفونين. مدفونين هنا. مدفونين هنا وداروه عساس وتقهر وهرب، مشى بحالته، ما قدش على هذاك الشيء. خاف. خاف، راه بزاف، ماشي عشويه. ما كاين اللي على عساس. ما كاين اللي مقابل، ما كاين حي راسه، ما كاين حتى شي حاجه هو. والو، الهضره كاينه. وشي حاجه زعما اللي تقابل راه ما كايناش. إذا علق لينا على كنشوفوا قبر كله داير بالزبل. كله كله عاودي معايا حتى الراس كان الفوق من لهي. مقبرة كاملة. كلها وكلها من هنا من لهي، كلها مقبرة هذاك الشيء، كلها حشب حشاك مقدورة قادرنا. إذا أنتم كسكان كطالبوا المسؤولين باش تم التنظيف ديال هاد المقبرة. ديال هاد المقبرة هذه. اللي ينظم ينظم هاد المقبرة هذه باش الواحد إلا جا يزور يوم الجمعة يدخل ليها، يدخل ليها نقيه. شو ما يدخل ويلقى هاد الازمه. هي بحال ما هكا. واش يحفظ حاشاك في نداسه ويدخل للروضه؟ اش عنده من سياراتك؟ ما عنده لا اجر لا منفع، والو. خاصو اللي يدخل يدخل نقي. ماشي يدخل حاشاك في نداسه يحفظ فيها ويدخل للروضه. ولا بحال هادشي. هادو كما كنشوفوا قبور غير جديد. هادو كلشي جديد. وباقر كتدفن فيها لدابا هادشي. الان باقي كيتدفن فيها. يوميا. يوم الرسالة ديالكم ناس مسؤولين عينظموا هادشي، عينظموا هادشي وينظفوا هادشي. المسؤولين ديالنا عيوقفوا في هادشي وينظموه. شكرا لاله. خيل داير من هكا وحشاك الزبل داير من هكا، راه هادشي راه
والسلام عليكم. اذا كنشكركم مشاهدينا، كنا من المقبره اللي كاينه هنا في دوار الركراكه، شفتوا الحاله الكارثيه ديالها. نتمنى المسؤولين يقوموا بواحد الحمله ديال النظافه ليها. هذا هو المطلب ديال احدى الساكنه هنايا. اذا خليكم مع هذه المناظر. Yeah.